نحن نشارك في هذه الدورة الثانية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب في عام 2023. مشاركتنا يعني فيها أكثر من جزء. الجزء الأول هناك النموذج والمجسم الذي يعرض عناصر مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، حيث ترى يعني من الخارج كل الأماكن التي يمكن زيارتها للزائر عندما يأتي إلى إثراء. هناك عندنا قسم خاص في الجناح يقدم تقنية الواقع المعزز الفي آر الذي يستطيع من خلاله أن يسافر الزائر إلى مكتبة إثراء ويتجول داخلها. وكذلك نعرف بكثير من البرامج والمبادرات التي قدم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، على سبيل المثال مسابقة القراءة وتحديدا ماراثون القراءة. يمكن أن تجد الشجرة الموجودة داخل الجناح التي نحاول أن نعبر فيها إسهامات ماراثون القراءة في التشجير في المملكة العربية السعودية ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكذلك عندنا مبادرة إثراء المحتوى وجائزة إثراء الفنون والعديد من البرامج التي يستطيع الزائر يتعرف عليها من خلال زيارة الجناح. ونتمنى أن تكون هذه الزيارة إلى الجناح محفزة لأن تزورونا في إثراء في المملكة العربية السعودية في الظهران تحديداً.